صباح الخير. فقرة جديدة من أوروسكوب اليوم بقدم لكم إياها أنا إليان خواندا، على أمل أن تكون حملت لكم معها كل الأخبار الحلوة لنهاركم. خلينا نشوف كيف حظ برج الحمل لليوم. مهنيا يمكن تتعرض اليوم لاستفزازات كبيرة، انتبه على تصرفاتك وردة فعلك. عاطفيا يمكن تحس انه طباع الشريك تغيرت وهيدا الشيء مش رح يعجبك، حاول انه تعرف الاسباب حتى تقدر تعالج الامور سريعا. صحيا بتعاني من قلة النوم، حاول تنظم وقتك اكثر. أما الثور، مهنياً حتكون مضغوط كتير بالشغل نتيجة تراكم المشاريع فجأة، انتبه من الأغلاط والتهور والتسرع. عاطفياً قلة الثقة يمكن تأثر على العلاقة مع الشريك، حاول تلاقي حل لهالموضوع. صحياً السلاح الوحيد للتخلص من أوجاع الظهر والكتاف هو المشي كل يوم. الجوزاء، فرصة مش متوقعة بتحصل عليها، بتضمن لك مستقبل حلو وبترفع لك من معنوياتك وبتزيد لك ثقافتك وكفاءتك بالعمل. عاطفياً بتخف المشاكل مع الحبيب وبتحاول تخلي أصدقائك حدك، وخاصة بعد ما حسيت حالك بعيد عنهم بالفترة الماضية. صحياً بتتفاعل مع محيطك بشكل كبير لدرجة أنه أي شيء سلبي بيصير بينعكس على وضعك الصحي. بنوصل لبرج السرطان. مهنياً ما تتأثر بالأجواء السلبية المسيطرة بالشغل على معظم الزملاء وخليك دايماً متفائل. عاطفياً ما تكون منغلق على حالك وافتح قلبك للحبيب وكون صريح معه بكل المواضيع، فالصراحة راح تقربكن أكثر من بعضكن. الأسد، مهنياً تحسن وضعك بالشغل وتقربك من الزملاء بيعطيك طاقة أكبر بالعمل، وبتحصد ثمار هيدا الشيء قريباً جداً من خلال نجاح أحد مشاريعك يلي حصل على ثقة الجميع. عاطفياً لازم تعمل مجهود أكبر لتقنع الشريك بوجهة نظرك، فهو دقيق ونظامي وبفكر منيح قبل ما يوافق على أي مشروع جديد. أما صحياً بتستفيد من أوقات فراغك لتمشي أو لممارسة السباحة لتحرك عضلات جسمك أكثر. منكمل مع برج العذراء. مهنياً يوم دقيق يمكن يحمل لك خيبة أمل أو فراق أو تراجع عن قرار وسوء تفاهم بين الزملاء. بالحب تصرفاتك الطايشة يمكن تبعد الحبيب عنك، فانتبه تما تكبر المشاكل بيناتكم. صحياً بتاخذ شوية راحة ضرورية لأنه جسمك ما بقى يتحمل ساعات عمل إضافية وحدة. الميزان، مهنياً بنصحك إنك تهدي البال قد ما فيك وتجرب إنك توثق بالشركة يلي عم تشتغل معهم، لأنه العمل بمجموعة بحاجة للثقة المتبادلة. أما بالحب، إذا صارت العلاقة بينك والشريك فيها كتير مشاكل، فجرب إنك تقعد معه وتحكي أنت وياه تتلاقوا حلول لهالمشاكل كرمال ما يكون في مشاكل بالمستقبل بيناتكم. ننتقل للعقرب. مهنياً بترجع اليوم تتواصل مع زملاء العمل القديم وبتحاول تفوت معهم بمشروع عمل مشترك وبتنجحوا فيه. بالحب يمكن يكون الحبيب عم يفرض عليك أمور بتكره تعملها، فأنا بنصحك أنك تصارحه وتعالجه الموضوع. صحياً ما تخلي الاستسلام يسيطر عليك، في حال ما لقيت تحسن واضح بحالتك الصحية فأعطي العلاج وقته الطبيعي. القوس، مهنياً اليوم حركة الكواكب مش لصالحك، ما تاخد أي قرار حتى لو حسيت بضغط من الزملاء، حاول تتهرب أو أجل الموضوع لبكرة. عاطفياً ما تخلي الشغل يأثر على علاقتك بالشريك، حاول تفصل بين الاثنين. صحياً التوتر عم بيسيطر عليك وعم بيخليك مشنج، حافظ على هدوءك قد ما بتقدر. الجدي، مهنياً بتبلش نهارك بنشاط وحيوية وبتنبسط إنه تحسنت الأوضاع بالشغل ورجع كل شيء على طبيعته. عاطفياً بتحاول إنه تراضي الحبيب وتكتب ثقته، فبتأمنه على أسرارك وبتطلب نصايحه. صحياً أنت نشيط وكلك أمل وتفاؤل، وهذا الشيء بينعكس عليك إيجابياً. نوصل للدلو. مهنياً الأجواء الإيجابية هي المسيطرة على الأجواء، وهيدا الشيء بخليك مرتاح بالتعامل مع الزملاء. بالحب علاقتك هادي هالفترة مع الشريك رغم أنه بيدور نقاش حامي بيناتكم، لكن مفيد لاستمرار علاقتكم بشكل سليم. صحياً بترتبك وبتضعف قدام أي عارض صحي بيسيطر عليك وبتخاف، فأنت مسرسب على صحتك كتير.
ومننهي مع الحوت. مهنيا، تعب وضغط العمل مسيطر على الأجواء هالفترة، المهم إنك ما تتسرع بالشغل لو بدك تتأخر بالتسليم. عاطفيا، ما تحط حدود لعلاقتك مع الحبيب وتصرف على طبيعتك، فالحب مش بحاجة للتمثيل. صحيا، ما تنفعل قدام أمور تافهة وسطحية، بالعكس حاول تضبط أعصابك قد ما بتقدر. أما صفات مولود اليوم: إنسان شجاع، بيكره الظلم وبيدافع عن المظلومين بكل قوته. قلبه طيب، أوقات كتير بيكون انفعالي لأنه ما بيقدر يسيطر على تصرفاته أو أعصابه. بحب الشعر والموسيقى بشكل عام. أما كريم الصافي، حابب يعرف عن تفاصيل علاقة برج الجوزاء بالحمل. تعتبر هالعلاقة مميزة، فمواليد الجوزاء بيشوفوا مواليد الحمل كله نشاط وحيوية ولباقة، وبيستمدوا منهم النشاط. بتبلش العلاقة بيناتهم بإعجاب كبير ومتبادل، وبيستمر العلاقة بطريقة تصاعدية لتوصل لمرحلة متقدمة من الحب. أصدقائي، أنتوا كمان إذا حابين تعرفوا أي معلومة بتخص الفلك أو برجكم، فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com، وأنا بجاوبكم بالفقرات الجاية. من هلأ لوقتها بترككم مع باقي فقرات اللايف. إلى اللقاء.